عدنا لحضراتكم نكمل حديثنا مع كاتبنا الكبير الاستاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. والحقيقه احنا حطينا ايدينا بشكل محترم جدا على واحده من اهم القضايا لامن العيله. حلوه امن العيله دي يا ريس، صح؟ امن العيله، لامن الاسره، الاسره المصريه، لامن الاسره المصريه، وتيجي من البيت زي ما تفضل الاستاذ كرم كده، انه ده بيستهدف الحقيقه نقعد مع اولادنا بقى ونتحاور معاهم، نشوف الدنيا ماشيه. عندنا منصات عالميه قويه جدا وبتصرف زي ما الاستاذ كرم تفضل مليارات الدولارات عشان تقدر توصل لك وتقدر توصل محتواها الغير سوي والغير متوائم مع مجتمعاتنا وحضراتكم طبعا هذا الجهاز اللي. فتكلمنا في الجزء الاول من الحوار كيف تتعامل الدولة وكيف تتعامل الأسرة وكيف سيتم التعامل مع 2024 مع مثل هذه المنصات وفق القانون، صح كده يا ريس؟ مظبوط، وفق القانون. الوعي، يعني حضرتك تطرقت كده برضو بذكاء على كلمة الوعي، حضرتك وانت بتتكلم بتربطها بالوعي بالوعي بالوعي. نذكر المواطن انه سيادة الرئيس في اكتر من مكان واكتر من حديث كان واكتر من مناسبه كان بيتكلم عن الوعي وازاي هذا الامر يبقى موجود ضمن مناهجنا الاساسيه والتربويه وضمن حياتنا اللي احنا بنعيشها، لانه في استهداف للبلد في مواقع عدة. خلينا نشوف كده سياده الرئيس كان في مشروع مستقبل مصر انتاج الزراعي 2022 وكان بيتكلم عن الوعي، نسمع دي ونرجع للاستاذ كرم جبر. جميع، وارجو ان الكلام اللي انا قلته لينا واحنا بنتكلم دلوقتي على مدار الوقت كله، اللي انا لما بتكلم على ان مشكلتنا في مصر ومشكله اي مجتمعات في ظل التطور الكبير اللي حصل في الاعلام ومواقع التواصل، ان هو ازاي تحافظ على الوعي، وعي ناسك ومواطنيك، مش عشان تحافظ على نظامك كدولة، مش على نظام. والكلام ده انا بكرره كتير وارجو انه يصل ليكم. انت بتحافظ على بلدك، وانت كاعلامي كراجل بتتكلم على مواقع التواصل، انتبه، انت مسؤول، انت اللي بتتكلم فيه ده كله الهدف منه انك تحافظ وتطور. طب اوعى وانت بتعمل ده من غير ما تقصد تلاقي نفسك بتضيع وتدمر. اوعى، هيبقى الذنب في رقبتك ذنب كبير قوي، لانك انت في الاخر بتشكل وعي وفهم قد يكون مش دقيق او مش حقيقي، وبالتالي تحرك الناس في اتجاه مش 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 مظبوط. لما انا ما بقلقش لما حد يقول لك ان كيلو الباميه ب 100 جنيه ولا بتاع من الكلام دوت، ما بقلقش، لان المواطنين المصريين اوعى كتير من كده. لكن وانك انت تعمل ده وتتكلم فيه وكانه حاله حكايه، ده مش صحيح. طب حتى لو كان ده الحقيقه ما بقولكش غش ولا زيف، لا، حتى لو كان ده الحقيقه، لا، تقول للناس لا. الجزء المتعلق بالكلام اللي اتقال في الفقره الاولى، يعني الوعي هو حجر الاساس للحفاظ على الدول من الانهيار، ان يكون شعب واعي وشعب يعلم ما يدور حوله، ده اساس الحفاظ على الدول. ويعني اضرب لك مثال، الدول التي انهارت حولنا كان بسبب انعدام الوعي. نجح يعني اعداء هذه الدول ان يخلقوا كراهيه ما بين الاوطان والاديان، خلوا الشعوب تكره بلدها باسباب دينيه، خلى الجزء من الشعب يكره الجزء الاخر، وبالتالي دخلوا بعضهم ضد بعضهم في حروب. فهنا دي مساله انعدام الوعي. احنا يعني قضيه مهمه جدا ان حب الاوطان لا يتعارض بشكل أو بآخر مع الأديان، فما تفضلش بقى فتاوى وآراء يعني تخلي الناس تكره وطنها على أساس ديني. ما هو الدول كلها انهارت كده، الدول اللي حاليا
اطهرت كده ولعبوا اللعبه دي مع مصر. لعبوا اللعبه دي مع مصر. جه احدهم يعني اباح انك تقتل ضباط الشرطه والجيش والحاجات. اساس ديني ده، انت الدين بريء منك يعني الى يوم الدين. على اي اساس يعني اباح لواحد ارهابي حقير انه يقتل ابن بلده وابن دينه؟ يعني ما قتلش عدو ولكن قتل ابن بلده ودينه، لان زرع جواه الكراهيه. ما فيش وعي. فهنا من اهم قضايا الوعي اننا نزيل بقى الافكار الخاطئه، الافكار الارهابيه حوالين علاقه الناس ببلدهم، علاقه الناس بدينهم. يعني الدين في الاخر ايه؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يعني الدين مكارم اخلاق. فانت تيجي تحط في مساوئ الاخلاق وتبيح القتل وتبيح الذبح وتزيح الحرق وهدم البلاد على اساس ديني؟ ما هو يعني هنا دي قضيه الجهل وانعدام الوعي. فدي من الاشياء المهمه جدا. اقول لك مثلا في فتره من الفترات اللي عشناها بعد 2014، انت شوف الفتاوى بتاعت تسطيح المجتمع او الفتاوى، يعني لو قلنا ايه، فتاوى كانت بتستهدف سحب الافكار من عقول الناس. الافكار اللي سادت في الفتره دي ايه؟ الارهاب شغال بفتاوى ارهابيه مخضبه بالدماء، وفي نفس الوقت فتاوى اخرى بتهين المجتمع، بتركز على بقى ايه بقى؟ ارضاع الصغير وزواج القاصرات ومش عارف، الفتاوى اللي بتهين المراه اللي هي اساس المجتمع. طيب هنا مشكله مصر زواج القاصرات، يعني انا اجيب بنت عندها 14 سنه ولا 13 سنه اتجوزها لشيخ، ولا عندنا مشكله العنوسه؟ ايه مشكله المجتمع؟ ولا مشكله زياده معدلات الطلاق؟ وكله ضد بعض، كله. بس انا باخد الناس في اتجاه تاني، في اتجاه ان بمسح عقوله. الزواج القاصرات دي هتبقى البنت بعد كده مطلقه، اولادها هيطلعوا مشردين، وهتبقى في مشكله تانية، انت هتسلمهم للارهاب وللتطرف وللبطاله وللبلطجه. فهنا ده بيتعمل بمخطط، مخطط طويل المدى، انك تفرش المجتمع بافكار بعيده. صحيح. عن المجتمع وعن معتقداته. القضايا الرئيسيه انت بتبعد عنها. يعني انا مش فاهم، يعني ده اتقالت فتاوى في هذه الفتره الواحد يخجل انه يذكرها، وبمظله دينيه وباراء دينيه، وطبعا الدين بريء منهم لان الاسلام كرم المرأة. وكان بتتسوق الحاجات دي، بتتسوق وبتتعامل ومره يشتغلوها سياسه ومره يشتغلوها اقتصاد. ده الاسلام كرم المراه اعظم تكريم. انتوا بتلحقوا بها اهانات كبيره جدا. المراه دي عقل وفكر وبيت واسره وام واخت وابنه وكل الكلام ده، انت تيجي تحصرها بقى في وعاء للمتعه؟ بتهين، يعني بتهين المجتمع وبتهين المراه وبتهين الدنيا. المراه جنب كل ده يعني عالمة ودكتورة، عمره مثلا ما جاب نموذج لامرأة ناجحة طبيبة أو دكتورة أو يعني مهندسة أو بتشتغل في الزراعة أو كده، ولكن هو دايما بيختار النموذج اللي بيرسخ جوه الناس فكرة الاحتقار. ده الإطار العام اللي برضو يعني هيخش ضمن فكرة الوعي نفسه. الوعي احترام المرأة، احترام حقوقها. ما حدثت، ما حصلت عليه من مكاسب في الفترة القادمة محتاج ترسيخ وتدعيم، ويبقى سياسة دائمة. ما يجيش لنظام حكم ولا المكترئون على الفتوى دول يمشوا بينا في اتجاه آخر. يعني دي مكاسب حققتها المرأة في السنوات الأخيرة. هشوف برضو كلام برضو لسيادة الرئيس. كان في مؤتمر تجديد الخطاب الديني واحتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف